واشرف عمي السلام عليكم. في البارتي الاولى خلينا ملي صاحبنا تايلر رسالة المهمه ديالو من مورا غادي يجي داك البروش وضربو بواحد القرطاسه لعنقه. تايلر بقى كيقرب من داك الجسر حتى طاح. من بعد صحابو غادي يقدروا يحدوا الموقع ديالو جاو كيسبقوه الزو وداوه للطبيب. داوه لواحد الطبيب كاين في الامارات. صاحبنا تايلر غادي يدخل في غيبوبه لمده ديال 9 شهور. فتسع شهور هذه كامله البنت نيك غادي تكون جالسه معاه وغادي يكون خوها اللي سميه جويز حتى هو معاه. صاحبنا تايلر غادي يفيق من الغيبوبه ولكن مع داك القرطاسه وداك الضرب اللي كانوا فيه ما غاديش يقدر يتحرك بزاف، ما غاديش يقدر يمشي. غادي يبقى يداوى شويه بشويه وبقاو كيديروا له الترويض حتى ولا كيمشي شويه على رجله. الاحداث غادي تنتقل بين جورجيا مع خونا هذا رجل عصابات سميتو زوريب. غادي يجي عنده خونا هذا ويقول له بلي خوك راه زادوا في المده ديال الحبس وغادي يبقى 10 سنين واللي وافق على هذه القضيه هذه هو المدير ديال الحبس. زوريب من بعد غادي يمشي لعند المدير ديال الحبس باش غادي يعرف على السنه داك الورقه وعلاش بغاو يزيدوا خوه الحبس. المدير ديال الحبس قال له اضطريت باش نسني داك الورقه محيت خوك لاح واحد البوليسي من السطح وقتلو. زوريب بقى كيتمشى هو المدير وكيهضر معاه وقال له بلي راني وعدت راسي باش غادي نحمي خويا. واحد شويه غادي يهز واحد المدره وحشها له في عنقه وغادي تشبق قرطاس من وراه وغادي يقتلوا داك الناس اللي جاو مع المدير. غادي نرجعوا لعند صاحبنا تايلر اللي غادي يخرج من الطبيب وغادي يمشي للدار ديالو اللي كاينه في النمسا. صاحبنا تايلر بغى ياخذ التقاعد ديالو ويرتاح شويه ويدير حتى شي مهمه واحده اخرى. هنا غادي يبان هاد خونا هذا وسميتو دافيد وخو صاحبنا زوراب اللي قتل داك المدير ديال الحبس. كان حابس مراتو وولادو معاه في الحبس باش ما يهربوش عليه. مراتو سميتها ميا وطلبت منه باش يخليهم يخرجوا بحالاتهم، ما بغاتش ولادو يكبروا في الحبس ويطلعوا بحاله. صاحبنا دافيد غادي يتعصب عليها وضربها وقال لها ماشي انت اللي كتحكمي هنايا. من بعد غادي يخرج بحالاته وخلاها لداخل. لغد ليه صاحبنا تايلر غادي يخرج يضرب واحد الدويره وملي غادي يرجع للدار ديالو غادي يلقى واحد الطوموبيل مستاليه وغادي يبان له خونا هذا جالس وما بغاش يقول له السنيه ديالو شنو هي. صاحبنا قال له جيت عندك باش غادي تنفذ لي واحد المهمه اللي خطيره بزاف ولكن تايلر قال له لا ساليت وما غادي ندير حتى شي مهمه ولكن في البلاصه غادي يغير الراي ديالو ملي غادي يعرف بلي مراتو السابقه هي اللي سرقت خونا هذا باش يمشي ينقذ اختها ولادها اللي شدهم صاحبنا دافيد في الحبس. من بعد صاحبنا غادي يعطي لتايلر شي معلومات على هذه العصابه هذه. قال له العصابه هذه قويه بزاف وعندهم بزاف ديال النفوذ وهذه مده ديال 8 سنين وما خدامين في الترافيك. قال لهم اللي ديفيد شدوه البوليس طلب منه باش مراتو ولادو يدوزوا معاه الحبس حتى هما باش ما يهربوش عليه. المحكمه غادي توافق حيت هادو عصابه كبيره وكانوا خايفين من المشاكل. قال لهم حيت هاد دافيد هذا بغى ولدو يكون واحد من العصابه ديالو. قال لهم المهم غادي تكون صعيبه بزاف عندك 7 ديال السيمانات باش توجد راسك. من بعد صاحبنا تايلر غادي عيط نيك وياز قال لهم راني محتاج لكم في واحد المهمه في جورجيا. صاحبنا تايلر من بعد غادي يبقى يتريني كل نهار ولونطري ما كانت قاصحه ديال بصح باش هكا غادي يوجد راسو ويكون واجد. غادي يدوز 6 ديال السيمانات وما بقى والو والمهمه قربت وصاحبنا غادي يبدا يوجد راسو. من بعد صاحبنا تايلر غادي يمشي هو وصحابه وغادي يدخلوا لذاك الحبس بلا حتى شي واحد ما يشوفهم حيت اصلا كاين واحد من الحراس هو اللي غادي يقاد لهم الطريق وغادي يرسم لهم في الحيط في كاين المراه وولادها. غادي يوصل للزنزانه في كاين المراه وولادها وقال لهم غادي نخرجوا غير بشويه ولكن ولدها ساندرو ما بغاش يخرج وقال له بغيت نبقى مع بوه هنايا. غادي يتمو خارجين غير بشويه من الحبس. واحد من المحبسيه كان مازال جالس في الزنزانه ديالو وغادي يشوفهم وبدا كيغوت كيعيط للمحبسيه الاخرين. فهاد الحداد ديال الجرس ديال الانذار غادي تضرب والقضيه غادي تترون وصاحبنا تايلر غادي يبقى شابكه مع المحبسيه. المحبسيه غادي يدوروا بصاحبنا تايلر ولكن غادي يقدر يطيحهم كاملين في الارض. من بعد غادي تم هارب هو المراه ولادها. نيك غادي تكون كتسناه وفتحت له واحد الباب كاين في السقف. تايلر غادي يعطيها البنت الصغيره هي الاولى باش تخرجها. من بعد غادي يطلعوا الدري اللي سميتو ساندرو. فهاد الحداد ديال صاحبنا دافيد غادي يجي وغادي يهجم عليهم غادي يضرب مراته ويطيحها للارض. من بعد غادي يبقى شابكه هو وصاحبنا تايلر. غادي تشبك ديال بصح حتى صاحبنا دافيد كان قاصح ولكن تايلر غادي يقدر يطيحو للارض وقتلو. ملي غادي يخرجوا الساحه ديال الحبس غادي يلقاو القضيه مرونه كان شابكه ما بين المخزن والمحبسيه. تايلر ملي شاف القضيه شابكه حتى هو غادي يشبكها مع داك المحبسيه. غادي يجي واحد من موراه ضربو بواحد الهروه الراس وطيحو. من بعد في البلاصه غادي ينوض مشى ضرب داك خونا اللي ضربو وبقى كيتقاتل معاهم حتى قدر يوصل للبنت وولادها وغادي يخرجهم هنايا. ولقانيك وخوها ياز جالسين كيتسناو بالطوموبيل ديالهم اللي غادي يهربوا بها. ملي غادي يخرجوا من الحبس غادي يلقاو ديجا العصابه كانوا كيتسناهم على برا بالطوموبيلات ديالهم وغادي يبقاو تابعينهم حتى غادي يقلبوا الطوموبيله اللي فيها تايلر والمراه وولادها. نيك هي وخوها في البلاصه غادي يديروا ديميتور بالطوموبيل ديالهم باش غادي يرجعوا لعند صاحبنا تايلر اللي غادي يمشيو ينقذوه ولكن البنت الصغيره غادي تكون مقيوسه. غادي يخرجوا من هنايا في البلاصه قبل ما يجيو عندهم العصابه وغادي يمشيو يطلعوا لواحد التران اللي غادي يهربهم. ملي طلعوا التران غادي يبداو يداويو البنت الصغيره اللي كانت مقيوسه. صاحبنا تايلر غادي يشوف واحد الهليكوبتر جايه وكتهجم عليهم وغادي يطلب من نياز باش يجلس مع المراه وولادها. تايلر غادي ياخذ السلاح ديالو وغادي يخرج غادي يطيح الطياره الاولى والطياره الثانيه. غادي تجي الطياره الثالثه وغادي يكونوا فيها افراد ديال العصابه اللي غادي يكونوا مسلحين ديال بصح وغادي يقدروا ينزلوا لذاك التران وغادي يدخلوا لداخل. ملي غادي يدخلوا غادي يلقاو البنت اللي سميتها نيك وغادي تشبكها معاهم. نيك وخا تقاصت غادي تبقى معاهم حتى غادي تقتلهم. من بعد صحابهم الاخرين غادي يمشيو يقلبوا على المراه وولادها باش غادي يديوها. غادي يخرج لهم اونفاس صاحبنا تايلر وغادي يبقى يتير عليهم حتى غادي يقتلهم. من بعد غادي يوصلوا لواحد الباطو صغير اللي غادي يوصل لهم الطياره الخاصه باش غادي يهربوا بها. ساندرو غادي يكون جالس مع ياز وكيهضر هو وياه وقال له جيب لي شي حاجه نشربها. ملي صاحبنا ياز ناض باش يمشي يجيب له شي حاجه يشربها ساندرو غادي ياخذ التليفون ديالو وبقى كيشوف واش غادي يعيط لعمو ولا لا. وفعلا غادي يعيط لعمو وبقى كيهضر هو وياه وسول عمو قال له واش بصح با كان باغي يقتلنا.
عمو غادي يكذب عليه ويقول له ما يمكنش باك غادي يقتلكم حيث كيبغيكم، وهذوك الناس اللي هربوكم هما اللي غادي يقتلوكم من بعد، راهم قتلوا باك بلا سبب، وبغيتك تقول لي اين بلاصه نتوما كاينين بالضبط باش نجي نقدك انت واختك وامك ونقدروا ننتقموا لباك. من بعد غادي يوصلوا للنمسا وغادي يمشيو لواحد الطبيب باش يداويو داك البنت الصغيره. تايلر قال لهم ما تخافوا حتى شي حاجه، صافي هذه البلاصه هذه راه حتى شي واحد ما غادي يجي لعندكم هنايا. هاد الوقيته هذه صاحبنا زورا غادي يكون مع العصابه ديالو، غادي يكون حزين على الموت ديال خوه وطلب من العصابه باش ينتقموا لخوه ويرجع مرات خوه ولادها. فهاد الوقيته هذه صاحبنا تايلر غادي يمشي عند ساندرو بقى كيهضر معاه وكيحاول باش يكالميه شويه، وبقى كيعاودوا على القصه ديال ولدو الصغير اللي مات. قال له انا اضطريت باش نخلي مراتي وولدي باش يبعدوا عليا باش ما يجبد لهمش مشاكل معايا. قال له ماشي بحال باك دافيد، حيت باك ما كانش كيبغيكم، كان كيبغيكم كاع ما غادي يدخلكم معاه للحبس ويدخلكم في المشاكل ديالو ديال العصابات. قال له ما كاينش شي واحد رئيس ديال العصابات غادي يبغي ولدو اللي كيبغي يطلع بحاله. ساندرو غادي يتاثر بالهضره اللي قال له صاحبنا تايلر، ولكن غادي يقول له فات الفوت دابا حيت راني قلت لعمي حنا في كاينين ودابا غادي تلقاه جاي باش غادي يقتلكم. تايلر ملي غادي يهز راسو غادي يشوف اونفاس، غادي تبان له واحد الهليكوبتر جاي اونفاس عندهم، داك الهليكوبتر كان جاي باش غادي تهجم عليهم. مشى لعند المراه ولاده باش غادي يخرجهم من هنايا، مشى لعند نيكو بقى كيشوف هو وياه اين خطه باش يقدروا يهربوا. ملي غادي يطلع تحت غادي يبان له بلي العصابه بداو كيجيو. الولد اللي سميتو ساندرو بقى كيمنع عمو باش ما يخليهاش يهرب معاهم. هاد اللحظه هادي الهليكوبتر غادي تبان اونفاس حداهم وبداو كيتيريو عليهم، ولكن غادي يمشي صاحبنا تايلر للبلاصه وغادي ينقذهم. هبطوا للباركين وغادي يمشيو للطوموبيل اللي غادي يهربوا بها. فهاد اللحظه هادي ساندرو غادي يفتح الباب وغادي تم غادي يهرب عند عمه، وصاحبنا اياز غادي يتبعو باش غادي يشدو. ساندرو غادي يقدر يوصل عند عمه، وهناك غادي تكون تابعه بالطوموبيل، ولكن غادي يخرج له واحد خونا كان هز واحد البازوكه وغادي تيري عليها. الطوموبيل ديالها تقلبت غادي يمشي عند اخوها كيسبق اياز عاونها باش يهربها من هنايا. غادي يعيطوا لصاحبنا تايلر باش غادي يجي يعاونهم لحقاش كانوا محاصرين، وغادي تشبك قرطاس عاوتاني ديال بصح. تايلر غادي يهرب بالطوموبيل باش غادي يشتت الانتباه ديال صاحبنا زوراب باش يتبعو. من بعد غادي يدخلوا لداخل وصاحبنا زوراب حتى هو غادي يتبعهم. غادي يطلعوا فواحد السنسور كاملين وطلب منهم باش ما يتحركوش من هنايا. تايلر غادي يعيط لصاحبنا ياز وقال له جيب الشكلس مع المراه وبنتها، وغادي يمشي هو عند عصابه ديال زوراب وغادي يبقى يقتلهم واحد بواحد. صاحبنا تايلر ملي كان شابكه مع العصابه غادي يديرها غادي سبالوني كانت كتقاتل مع واحد من العصابه، واحد شويه غادي يطيحوا بجوج بهم. تايلر غادي يمشي كيسبق عنده وغادي يشدها قبل ما تجي في الارض لتحتها، حتى هو كان غادي يطيح ولكن يقدر يشد بيده. كانوا طاحوا من هاد المسافه هادي يموتوا في السماء قبل ما يوصلوا للارض. اليد الاولى كان شاد بها البنت واليد الثانيه كان شاد بها داك الحديده، وهنا غادي يوقف عليه صاحبنا زوراب. زوراب غادي يجبد الفردي ديالو وضربو بواحد القرطاسه ليده وبقى كيطلعها عليه. البنت نيك غادي تضرب الفيقه وضربت واحد القرطاسه في داك الدجاج اللي واقف فيه صاحبنا زوراب، وحتى هو غادي يطيح ولا بحالهم. من بعد صاحبنا تايلر غادي يقدر يلوح البنت نيك وغادي تجي لداخل وغادي يبان هاد المصيبه هذا ويا قداش حتى هو من افراد العصابه. تايلر غادي يقدر يطلع من هاد البلاصه هادي وغادي يدخل حتى هو لداخل. هذاك الجوت اللي مع العصابه غادي يكون تابع المراه باش غادي يشدها. تايلر غادي يطلب منك باش تمشي تجيب المراه وبنتها وتطلعوا للسطح. منك ملي غادي تمشي غادي تلقى داك الجوت تقرب وكان باغي يشد المراه، وغادي تيري عليه بالقرطاس وقتلاته. من بعد غادي تلاقى هي وخوها وغادي يطلعوا كاملين للسطح. الوقيته اللي قربوا باش غادي يطلعوا داك الهليكوبتر غادي يبان داك صاحبنا زوراب، غادي تيري عليه ياز لظهره وطيحوا للارض، وغادي يجي تايلر وغادي يجرو لعنده. تايلر بقى كيحاول باش يوقف النزيف لصاحبنا ياز، ولكن ياز غادي يسير منه بزاف ديال الدم ومات. اختو هنايا ليك ملي شافت خوها مات بقات كتبكي. في الليل غادي يوصلوا كلهم للدار ديال صاحبنا تايلر اللي كاينه في الغابه. تايلر ملي كان جالس برا غادي تجي مراته القديمه عنقات اختها وشكراتو بزاف. من بعد تايلر غادي تجي واحد المكالمه ولا غادي يكون عيط له هو زوراب وبقى كيستفز فيه. تايلر قال له قول لي انا بلاصه انت كاين وغادي نجي عندك بوحدي. فعلا داكشي اللي غادي يدير، ركب في الطوموبيل وغادي يمشي لعنده، ولكن قبل ما يمشي نيك بغات تمشي معاه وما بغاش يخليها تمشي. ديما راه وسمح فيها. تايلر ملي غادي يوصل غادي يشبك مع دوك اللي كاينين برا، وشويه غادي يدخل عند صاحبنا زوراب اللي غادي يلقاه جالس كيتسناه لداخل. زوراب غادي يقول ساندرو الدري الصغير شد الفردي مع هذا اللي قتل باك وقتلو. ساندرو غادي ياخذ الفردي ولكن ما قدرش يقتل صاحبنا تايلر. شويه زوراب ناض غادي يجبد الفردي ديالو باش غادي يقتل تايلر، وهنا غادي تبان نيك حتى هي جات وكانت باغا تنتقم لخوها، ولكن زوراب غادي يزرب عليهم غادي ياخذ الدري الصغير ويقول لهم اللي قرب راه غادي نقتلو. وهنا غادي يحطوا السلاح ديالهم بجبيهم في الارض. ساندرو غادي يقدر يهرب من عمه، ونيك غادي تيري عليه وحتى هو غادي تيري عليها. تايلر غادي يشد زوراب وغادي يشبكه هو وياه. زوراب غادي يقدر يضرب صاحبنا تايلر وطيحه للارض، ولكن تايلر غادي تبان له واحد الحديده وغادي يهزها وحشيها لصاحبنا في رجله، ومن بعد غادي يحشيها له في قلبه. تايلر غادي يكون عيا وغادي يطيح حتى هو وحده. شويه غادي يمشي لعند نيك اللي غادي تكون تقاصت. هنا غادي يدخلوا البوليس وغادي يشدوهم كاملين. غادي يدوز واحد المده وغادي تبان البنت نيك كانت لابسه اللباس ديال المحبسيه وكانت في الطبيب. وتايلر حتى هو غادي يدخل الحبس وغادي تجي مراته عنده وغادي تزوره وشكراتو بزاف على هادشي اللي دار على قبلها. وبقات كتهضر له على ولدهم، قالت له الولد قبل ما يموت قال بلي راه كيبغيك بزاف وكان باغي يكون بطل بحالك. هاد الهضره هادي غادي تاثر في صاحبنا تايلر وبقى كيبكي. من بعد غادي يشدوا صاحبنا تايلر وغادي يخرجوه وداوه لعند داك صاحبنا اللي جا عنده في الاول اللي قالوا بغيتك تنفذ لي هاد المهمه هادي. صاحبنا قال له انا قادر نخرجك من الحبس ولكن بشرط واحد، بغيتك تنفذ لي واحد المهمه واحده اخرى. تايلر غادي يسولو على السميه ديالو ولكن ما غاديش يقول له شنو سميتو، وهنا غادي تبان ليك حتى هي جات عندهم. والفيلم كيسالي هنايا، هادشي هذا كيبين بلي راه غادي تكون البارتي الثالثه حتى هي غادي تخرج. ملي غادي تخرج غادي نكون حسكه معاكم خوت. الفيديو ديالنا غادي يسالي هنايا، نتمنى ما كنتش طولت عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. شابو فيديو جاي، تهلاو، السلام عليكم.